أهلا وسهلا أعزائنا التلاميذ، بكم في موقع كيزاكو الذي يرافقكم في مرحلة وسلسلة الإعداد للامتحان الجهوي. معكم الأستاذ حسن تلحوت في مادة الاجتماعيات. سنقف اليوم مع الدرس الثاني في مادة الجغرافيا، والذي سيكون موضوعه حول المغرب، الموارد الطبيعية والبشرية. إذن في إطار التمهيد الإشكالي، المدخل المنهجي، موضوعنا بطبيعة الحال هو المغرب، الموارد الطبيعية والبشرية. إذا سندرس خصائص الموارد الطبيعية والبشرية في المغرب، ما هي المشاكل التي تعاني منها، وما هي التدابير التي أراد المغرب أو التي يقوم المغرب بالقيام بها من أجل تجاوز مشاكل الموارد الطبيعية والبشرية. والهدف بطبيعة الحال كما أشرت إلى ذلك سابقا هو الرغبة في تحقيق التنمية. ومنه فسنعتمد الخطوات النهج الجغرافي التي تتمثل في وصف الظاهرة، أي وصف الموارد الطبيعية والبشرية بالمغرب، تفسير هذه الوضعية، ثم التعميم. التعميم فيما يخص دروس المغرب الإشارة، التعميم فيما يخص دروس المغرب هو الحلول والتدابير، حتى الدرس الخاص بأزمة الماء والتصحر في العالم العربي، التعميم هو الحلول والتدابير. لكن الأمر سينقلب في ثلاثة الدروس الأخيرة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي، فدائما غيكون عندنا الوصف والتفسير، لكن التعميم سيكون هو الحديث عن المشاكل التي تواجه هذه الدول الثلاث. اذا كنتمنى ان كنت الامور وضحت. فيما يخص التمهيد الاشكالي، يتميز المغرب بموارد طبيعيه وبشريه مهمه. اذا الاشاره هو ان المغرب يتوفر على الموارد الطبيعيه والبشريه مهمه، لكنها تعاني من مشاكل تحاول الدوله تجاوزها. لاحظ معي خطوه النهج الجغرافي استحضرتها في وضع التمهيد. يتميز المغرب بموارد طبيعيه وبشريه مهمه، الوصف تعاني من عده مشاكل، هدف ما يخص الوصف دائما ونذكره في الجانب من في التفسير، ثم التعميم تحاول الدوله تجاوزها. فما هي وضعيه الموارد الطبيعيه بالمغرب، وبماذا نفسرها، وكيف تعمل الدوله على تجاوز مشاكلها؟ هي الموارد الطبيعيه. اذا عندنا جوج المحاور كبار او مقطعين كبيرين، المقطع الاول خاص بالموارد الطبيعيه، المقطع الاخر الخاص بالموارد البشريه. فما هي وضعية الموارد البشرية بالمغرب، وبماذا نفسرها، وكيف تعمل الدولة على تجاوز مشاكلها؟ إذا عندنا المقطع التعلمي الأول الخاص بالموارد الطبيعية بالمغرب، الوضعية، العوامل، التدابير. عندنا ثلاثة المحاور: وصف الوضعية، تفسير الوضعية، تدابير تجاوز هذه الوضعية الخاصة بالموارد الطبيعية. المحور الأول وصف وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب. كتبت الموارد الطبيعية الخمسة، يجب أن تكون قد ضبطتموها وحفظتموها جيدا، هي خمسة الموارد الطبيعية مشهورة: الماء، التربة، الغابة، الثروة السمكية، المعادن ومصادر الطاقة. الملاحظ أعزائي التلاميذ قبل أن ننخرط في التفاصيل، هو أن هذه الموارد أولا تقل، تتراجع وتتدهور، يعني تعاني من تدهور حقيقي. إذا هذا قبل ما نتحدثوا على الخصائص بالتفصيل. الآن نشوف الماء. الماء كمية قليلة في المغرب من الماء، ماذا؟ في تراجع مستمر، وتتناقص حصة الفرد من الماء في المغرب. حصة الفرد يعني كنشوفوا نقوم بحساب كمية الماء في المغرب ثم نقسمها على عدد السكان، فنحصل على ما هو 550 تقريبا متر مكعب في السنة بالنسبة للفرد، ويدخلون هذا فيما يسمى بالخصص المائي، واللي قربنا فيه الخصص المائي المطلق. عندنا عجز في الماء، قلة في الماء. الأكثر من ذلك أن هذا الماء الموجود بالمغرب يتركز معظمه في الشمال الغربي، تقريبا ربع مساحة المغرب هي التي تحتضن أو تحتكر معظم كمية المياه في المغرب. أما مختلف المناطق الأخرى فتعاني من الجفاف وفقر مائي. هذا فيما يخص الماء. التربة مساحتها ضيقة، والتربة الصالحة للزراعة لا تتجاوز إلى 12%، والأراضي المستغلة فيها 12% قليلة جدا، بالإضافة إلى ذلك أن المساحة المستغلة صغيرة، الاستغلالية صغيرة، يعني ليست لدينا أراضي ضخمة جدا كما سنرى في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بل لدينا أراضي صغيرة، مساحات بالهكتارات الصغيرة، أكثرها انتشارا في المغرب ما بين 25 هكتار. ثم هذه المساحات وهذه الأرض ستنقص باستمرار لعوامل كثيرة سوف نراها لاحقا، بالأخص عوامل الإرث أو تقاسم الإرث والصراع حول الأراضي بالنسبة للوراثة، وهذا من بين المشاكل الكبيرة جدا في المغرب، تعقد البنية العقارية. إذا فيما يخص الغابة، مساحتها ضيقة حيث أنها لا تمثل إلا 12% من مساحة المغرب، وتتناقص هي الأخرى باستمرار، وتتركز فقط في الشمال وبالضبط في الجبال.
بالرغم من ذلك تتميز بتنوع بيولوجي حيث فيها أكثر من 8000 نوع من الغطاء النباتي والحيوانات، لكنها في انقراض، كتعاني من الانقراض، وهذا من بين المشاكل ديال الغابة في المغرب. أما على مستوى الثروة السمكية فهي متنوعة ومهمة، إلا أنها تتراجع وتتناقص بشكل مخيف، وبعضها أصلا مهدد بالانقراض. ثم هذه الثروة السمكية أصبحت تهاجر نحو الجنوب، الآن ستصل إلى موريتانيا، وموريتانيا إلى السنغال، وهكذا دواليك، لأن هناك نوع من الهجرة بسبب الضغط على الثروة السمكية في الشمال. أما فيما يخص المعادن ومصادر الطاقة، فهناك معادن مهمة بالمغرب، على رأسها الفوسفات، هناك الذهب، هناك الحديد، هناك الرصاص، وغيرها من المعادن الموجودة بالمغرب، الفضة، لكن أهمها وأكثرها هو الفوسفات. يتركز معظمها في الجبال والشرق، لكنها تتناقص باستمرار، هناك الكثير من المعادن تم إغلاق من المناجم عفوا تم إغلاقها. أما مصادر الطاقة فهناك خصائص في الطاقات الأحفورية أو الطاقات الباطنية، يعني اللي كنحفروا عليها باش نجبدوها، كالبترول والغاز والفحم الحجري. بالإضافة إلى ذلك هناك ضعف في الاستثمار في الطاقات المتجددة. إذا لاحظوا معي أن الوضعية متدهورة، وضعية محرجة للموارد الطبيعية بالمغرب. العوامل، لدينا مجموعة من العوامل. الإشارة أعلمكم أمر مهم جدا، وأنكم تقسموا العوامل إلى عوامل طبيعية وعوامل بشرية. التصنيف كيعاونكم، التصنيف يساعد جيدا في الحفظ وفي المراجعة وفي التذكر. إذا فيما يخص الماء، هناك عامل طبيعي هو الجفاف، وكاين قوة التبخر، كاين طول مدة التشميس، كاين قلة التساقطات بالمغرب، هذه كلها عوامل طبيعية تؤدي إلى تناقص كمية المياه في المغرب. أما على المستوى البشري فهناك الاستنزاف والتبذير والتلوث وضعف محطات المعالجة وتدوير المياه وضعف التوجيه وضعف المراقبة وضعف التوعية واستخدام التقنيات التقليدية واستخدام مزروعات مدارية تهدد الفرشات المائية في مجموعة من المناطق التي لا تستحمل تلك المزروعات بحال الدلاح في زاكورة، وهذا من بين الأمور التي تؤثر على الثروة المائية مثلا بالرغم من المنطقة أصلا جافة. أما على المستوى التربة فعلى المستوى الطبيعي هناك الجفاف والتصحر والتعيين الجراف، وهي نفسها العوامل التي سنرى فيما يخص الغابة. أما على المستوى البشري لدينا التلوث، التربة تتلوث باستخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، تعاني من الزحف العمراني، أجود الأراضي في مختلف المدن المغربية تم الزحف عليها عمرانيا، الاستغلال المفرط للتربة، ثم كذلك ضعف التوعية والمراقبة والتأطير، هذه كلها تهدد التربة وتضعيف التربة. أما على مستوى الغابة فهناك الجفاف والانجراف والتصحر والتعية كذلك. بطبيعة الحال الجفاف تحتاج التربة إلى الماء حتى تصبح نضرة، حتى تصبح ربوة، تحتاج كذلك إلى الغطاء النباتي ليحميها من أشعة الشمس ويحميها من الانجراف ويحميها من التعرية والتصحر، وبالتالي كلها عوامل طبيعية متداخلة فيما بينها، كل عامل يؤدي إلى العامل الذي يليه. أما على المستوى البشري فهناك الاجتثاث واقتلاع الأشجار وقطعها، هناك الرعي الجائر ورعي الأبقار والماشية بطريقة عشوائية وغير عقلانية، هناك الحرائق، حرق الغابات بإلقاء السجائر مثلا، والاستجمام في الغابات وإشعال النيران هناك بطريقة عشوائية وغير عقلانية، التعمير والزحف العمراني، ضعف المراقبة والتوعية، إلى غير ذلك من العوامل البشرية أدت إلى تراجع وتدهور الغابة المغربية. الثروة السمكية عانت كذلك من التلوث ديال المياه وكذا المياه المحيطات والبحار، وعانت كذلك من التغير المناخي بحيث أنها تبحث دائما عن مياه دافئة، وبالتالي فإنها تهاجر دائما نحو المياه الدافئة، وبالتالي الهجرة من المياه الباردة أو الأكثر برودة في اتجاه الجنوب المياه الأكثر دفئا. هناك كذلك على المستوى البشري الاستنزاف بحيث أن نصطاد بشكل عشوائي بشكل مدمر للثروة السمكية، لا نحترم أوقات الراحة البيولوجية، ونستخدم أدوات ممنوعة كالمتفجرات، كالقنابل الصوتية، كالصدمة السعر الكهربائي، كالشبكات بعيون ضيقة تصطاد مع حتى بيض الأسماك وصغار الأسماك، وبالتالي يهدد التوالد ويهدد تجدد الثروة السمكية. هناك كذلك الأسطول الأجنبي الذي يصطاد مع ضعف المراقبة وعدم احترام بنود اتفاقية الصيد البحري. أما على مستوى المعادن ومصادر الطاقة فمصادر الطاقة نادرة بالمغرب نظرا لندرة مصادر الطاقة أصلا، لأن ما كيناش طبيعيا لا نتوفر عليها. ثم بالإضافة إلى غلبة الصخور النفطية إلى جانب الاستنزاف وضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة مع ضعف التنقيب وغياب الوسائل والتقنيات والمراقبة والتوعية، إذن كلها عوامل
تساهم في استنزاف المعادن ومصادر الطاقة، بالإضافة إلى ذلك المعادن لا نصنع نحن المعادن، وإذا كان هناك مصنع فينا وتصنيع أولي نحن نصدر المعادن في صيغتها الخام والأولية. على مستوى التدابير التي اعتمدها المغرب لتجاوز وضعية الموارد الطبيعية بالمغرب، على مستوى الماء قام المغرب بحملة التوعية والتحسيس للترشيد واستخدام المياه، اعتمد تقنيات حديثة كالسقي قطرة قطرة، أنشأ السدود، أنشأ محطات معالجة المياه المستخدمة وتحلية مياه البحر، أنشأ اعتمد على محاربة التلوث والتبذير والإسراف، أصدر قانون الماء للحفاظ على الماء، واعتمد كذلك ما يسمى بالمخطط الأزرق للحفاظ على الثروة المائية. أما على مستوى التربة فقام المغرب بحملة التحسيس بأهمية الحفاظ على التربة وتجنب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، اعتماد المواد العضوية في ذلك، تجنب إنهاك التربة والإفراط في استغلالها، محاربة التصحر والجفاف بالتشجير واستغلال التربة بطرق عقلانية وعصرية، إنشاء المدرجات والمصطبات الجبلية واستصلاح الأراضي والتحكم في التوسع العمراني وعقلانته. هذه مجموعة من التدابير التي يقوم بها المغرب من أجل حماية التربة وتثمينها. على مستوى الغابة وضع قانون حماية الغابة وتشريع ما يسمى بالتشريع الغابوي، مراقبة الصيد واستغلال الغابة، محاربة الرعي الجائع والجثث والحرائق، مراقبة الزحف العمراني والتحكم فيه، تشجيع البحث العلمي والزراعي، إنشاء المحميات، تفعيل مؤسسات تتبع القطاع الغابوي مثل وزارة البيئة والمياه والغابات والمندوبيات السامية للمياه والغابات وحرس الغابات. أما على مستوى الثروة السمكية فقام المغرب بوضع تشريع بحري، وقام بتقوية المراقبة وتكوين الصيادين والتحسيسين بخطورة الانقراض ديال بعض الأنواع وتجهيزهم بتقنيات حديثة وأليفة بالبيئة، احترام الراحة البيولوجية وتجريم الصيد في أوقاتها واستخدام تقنيات ممنوعة، مراجعة اتفاقية الصيد مع الأسطول الأجنبي وتعزيز المراقبة. إذن هذه مجموعة من التدابير كذلك، بالإضافة إلى ما يسمى باستراتيجية هاليوتيس لتثمين المجال الساحلي والبحري المغربي والثروة السمكية. على مستوى المعادن ومصادر الطاقة فهناك عقلنا استخراج المعادن ومصادر الطاقة، استخدام تقنيات حديثة في الاستخراج، البحث عن مناجم ومناطق استخراج جديدة، تصنيع المعادن وتشجيع تنافسيتها، العمل على التنقيب عن مصادر الطاقة في مناطق جديدة، تخفيف تكلفة باعتماد الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الريحية والشمسية. إذن هذا كل ما يتعلق بالموارد الطبيعية بالمغرب. أما فيما يخص المقطع التعليمي الثاني والخاص بالموارد البشرية، الخاص بالموارد البشرية وليس الموارد الطبيعية، فإننا سنتحدث في المحور الأول عن وصف وضعية الموارد البشرية بالمغرب، المحور الثاني تفسير وضعية الموارد البشرية بالمغرب، المحور الثالث التدابير لتجاوز وضعية الموارد البشرية بالمغرب. إذن على هذا المستوى فيما يخص المحور الأول الوصف، لدينا مستويين أساسيين، المستوى الأول والمستوى الديموغرافي. ماذا نسجل في المغرب على المستوى الديموغرافي؟ أولا تزايد السكان، انتقل عدد السكان بالمغرب بحوالي 4 أضعاف منذ 1900 إلى الآن، من تقريبا من حوالي 10 ملايين نسمة إلى حوالي 40 مليون نسمة حاليا. تزايد النمو الحضاري بالضبط منذ سنة 1994، حيث أصبح سكان المدن أكبر من عدد سكان القرى والأرياف. كذلك ارتفعت نسبة الأطفال والشباب مقارنة بالشيوخ، إذن في المغرب مجتمع فاتي، مجتمع شاب على المستوى البنية الديموغرافية. إذن هذا المستوى الأول، المستوى الديموغرافي. أما الخصائص على مستوى التنمية البشرية، فالمغرب يتميز مستوى متوسط في التنمية البشرية على مستوى الصحة والتأمين الدخل الفردي يصل إلى 0.63 من أصل واحد. إذن المغرب لديه مستوى متوسط، رغم ذلك نسجل تحسن على هذا المستوى، حيث انتقل معدل أمد الحياة من 67 سنة إلى 70 سنة، وتراجعت نسبة الأمية إلى 47%، وارتفع الدخل الفردي من 3000 إلى 4000 دولار، وهناك تحسن كبير على هذا المستوى. إلا أن التوزيع الخاص بالتنمية البشرية في المغرب هو توزيع غير متكافئ، حيث تتفوق جهات الجنوب على باقي المناطق، خاصة المناطق الجبلية. المناطق الجبلية في المغرب تعاني من ضعف كبير جدا على مستوى التنمية البشرية، ولذلك سوف نرى إن شاء الله في الدرس القادم في خصوص سياسة إعداد التراب الوطني هناك اهتمام بالمناطق الجبلية في المغرب من أجل النهوض بمؤشرات التنمية البشرية على مستواها. المحور الثاني تفسير وضعية الموارد البشرية بالمغرب، إذن ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، لا على المستوى الديموغرافي ولا على مستوى التنمية البشرية؟ إذن أولا عوامل متحكمة في المستوى الديموغرافي، أول شيء هو تحسن الطب ومستوى المعيشة والتوعية الصحية ساهم في تزايد عدد السكان، ارتفع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات. أما على مستوى تزايد النمو الحضاري
وتزايد السكان في المدن، فسببه الجفاف في القرى وتراجع العائد الفلاحي وانتشار البطالة والفقر الأمية في الأرياف المغربية. ولذلك اضطر عدد كبير جدا خاصة الشباب في القرى المغربية للهجرة نحو المدينة. العامل الثالث الذي يفسر فتوة المجتمع المغربي فهو بفضل التزايد الديموغرافي السريع منذ الاستقلال، حيث أن معدل الخصوبة مرتفع، نسبة الولادات مرتفعة. بطبيعة الحال منذ الإحصاء الأخير لسنة 2014 أصبح هناك تراجع فيما يخص نسبة الولادات بالمغرب واقترابها من نسبة الوفاة، وبالتالي دخول مرحلة جديدة جدا سوف ينقلب فيها بطبيعة الحال سوف تنقلب فيها بنية المجتمع المغربي. لكن الآن المجتمع المغربي مجتمع فتي، مجتمع شاب. على مستوى التنمية البشرية، السبب الذي أدى إلى تحسن مستوى التنمية البشرية هناك سببين كبيرين. الأول تدابير البرامج الاجتماعية بتوفير خدمات صحية والسكن والتعليم بشكل جيد ومحاربة الأمية والبطالة والفقر، وسنرى هذا إن شاء الله تعالى لاحقا فيما يخص التدابير، وحتى فيما يخص استعداد التراب الوطني، وحتى فيما يخص التهيئة الحضرية والتهيئة الريفية. الأمر الثاني والعامل الآخر هو جلب الاستثمارات وتشجيع التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل. تذكروا معي المقاربة الاجتماعية والمقاربة الاقتصادية والمقاربة البيئية والمقاربة السياسية لنفهم كثيرا ما ندرس في هذه الدروس. إذن هذا على مستوى تفسير الوضعية البشرية بالمغرب. أما على مستوى التدابير الخاصة بتجاوز وضعية الموارد البشرية بالمغرب، لأن بطبيعة الحال تبقى متوسطة، اعتمد المغرب ثلاث مستويات، ثلاث مداخل كبرى. المدخل الأول والبرامج الوطنية، وضع المغرب مجموعة من البرامج من أجل محاربة الفقر، محاربة الأمية، محاربة العزلة، من أجل كهرباء العالم القروي، توفير الماء الصالح للشرب، مد الطرقات، بناء المؤسسات والمدارس التعليمية والمستشفيات وغير ذلك. اعتمد المغرب مجموعة من البرامج من بين استراتيجية 2020، البرنامج الوطني لمحاربة الفقر، التنمية البشرية المستدامة والأولويات الاجتماعية، وهناك كذلك البرنامج الوطني لمحاربة السكن أو لمحاربة الدور الصفيح. إذن هذا على مستوى البرامج الوطنية. وهناك برامج قطاعية، ماذا أقصد بقطاعية؟ يعني أن المغرب يشتغل على قطاعات بعينها. لدينا مثلا قطاع التعليم، وضع المغرب مجموعة من البرامج من بين برنامج مليون محفظة، تم توزيع سنويا يتم توزيع مليون محفظه للتلاميذ الفقراء وبسطاء الشعب. اعتماد برنامج تيسير للقطع على الهدر المدرسي، برنامج تيسير وان الدوله تعطي ما بين 300 الى 500 درهم للعائلات الفقيره عن كل تلميذ يدرس، وذلك لتجنيب ان يتم اخراج التلميذ من المدارس من اجل ان يساعدوا ابنائهم في الانشطه سواء كانت فلاحيه او اقتصاديه. ثم كذلك العمل على البرنامج الوطني لمحاربة الأمية وتشجيع الدراسة أو التمدرس الغير النظامي، بالتالي فهناك إدماج المنقطعين إلى آخره من الأمور. هناك برامج كثيرة جدا اعتمد المغرب من هبوط قطاع التعليم. على مستوى الصحة اعتمد برنامج التغطية الصحية الإجبارية سواء على المستوى الرميد التي وزعت على الفقراء أو تعميم التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للطلبة، وبالتالي ارتفع عدد المواطنين الذين شملتهم التغطية الصحية الإجبارية، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية ومجانية الخدمات الصحية خاصة التوليد من أجل تقليص نسبة وفيات الأطفال الرضع. أما على مستوى الدخل الفردي فقام المغرب بإنشاء وكالات إنعاش التشغيل وتأهيل الكفاءات، قام بدعم مقاولات الشباب وخلق التعاونيات وخلق الأنشطة المدرة للدخل وتشجيع المقاولين الشباب إلى آخره من البرامج التي اعتمدها المغرب ووضع المغرب من أجل الرفع من مستوى الدخل الفردي، بالإضافة إلى الرفع من الأجور سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخصوصي. أما على مستوى الثالث فهو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2006، وهي مبادرة جاء بها المغرب من أجل حل مجموعة من الإشكالات من بينها تحسين مستوى العيش ومؤشر التنمية والتنافسية الاقتصادية، اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية والحكمة الجيدة والإبداع والتطوير وتسهيل المساطير وتوفير التمويل، بالإضافة إلى الشغل على ثلاث محاور كبرى. المحور الأول محاربة الفقر والخصاص والهشاشة، المحور الثاني الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص في وضعية صعبة، المحور الثالث الرفع من الدخل الفردي وتوفير فرص الشغل. إذا كانت هذه أهم التدابير التي اتخذها المغرب للنهوض بمؤشر التنمية البشرية
وتحسينه في أفق أن يتحسن وتطور بشكل كبير جدا في قابل الأيام وفي قابل السنوات. أما فيما يخص الاستنتاج والخلاصة، فرغم التدابير المتخذة يبقى مستوى التنمية البشري والاقتصادية بالمغرب متوسطا، لذلك يسعى المغرب إلى اعتماد سياسة وطنية لإعداد التراب الوطني في أفق تحقيق تنمية شمولية ومندمجة ومتوازنة. ليكون بذلك العمدة من أجل تحقيق التنمية في المغرب هو أن نستثمر الموارد الطبيعية والبشرية من خلال ما يسمى بسياسة إعداد التراب الوطني. إلى أن نلتقي في درس آخر، أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس، وأتمنى إن شاء الله تعالى أن تستفيدوا منه وأن تتيسر مراجعتكم. وإلى أن نلتقي دائما مع موقع كيزاكو في إطار الاستعداد للامتحان الجهوي.